السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة الجوية الخاصة بالطقس المغربي ابتداء من يوم الثلاثاء والأيام المقبلة سوف نوافيكم بآخر التوقعات والمستجدات نماذج الطقس العالمية التي تظهرت قبل قليل. فقبل البدء مشاهدينا الكرام، فإذا كنت تشاهدون لأول مرة فلا تنسى دعمنا بلايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم مسبقا. ويتوقع بإذن الله هبوب الرياح نسبيا قوية قليل من جنوبي المملكة ومرتفعات الأطلس مع احتمالية دخول اضطرابات جوية قوية خلال الأيام القادمة وانخفاض طفيف في درجة الحرارة خصوصا على المناطق الوسطى والجهة الشرقية، مع احتمال أن تبقى أجواء نسبيا حارة على سوس. بالنسبة خلال الأيام القادمة يتوقع بإذن الله استمرار الأجواء الغير مستقرة مع دخول عواصف مدارية خصوصا على الأقاليم الجنوبية للمملكة خصوصا على القويرة وأوسرد، وكذلك مرتفعات الأطلس والجهة الشرقية. سوف تعرف بعض التساقطات المطرية الرعدية محليا وعواصف مدارية سوف تعرفها المملكة خلال الأيام المقبلة خصوصا على المناطق الجنوبية للمملكة، وكذلك مرتفعات الأطلس والريف وكذلك سوس والجهة الشرقية. سوف تعرف بعض التساقطات المطرية الرعدية من العيون إلى كذلك طنجة وكذلك الجنوب الشرقي وسوس والماس والحوز، وكذلك سوف تعرف تساقطات واضطرابات جوية رعدية محليا معتبرة خلال الأيام القادمة. لايك متابعة شكرا وإلى اللقاء.